ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم لآخر فقرات حلقتنا النهاردة استشارة طبية. استشارتنا الطبية النهاردة هتكون لمرضى السمنة اللي بيجروا بطرق كتير جدا علشان يخلصوا من كابوس زيادة الوزن ويعيشوا حياة طبيعية من غير معاناة. ومن أشهر الطرق دي هو الرجيم القاسي اللي بيمنعهم يأكلوا أي حاجة أو وجبات، ويكتفوا بس بوجبات بسيطة عشان يتخلصوا من الوزن ده بأسرع طريقة ممكنة. وللأسف مش بيكونوا مدركين كم المخاطر اللي ممكن يواجهوها بعد كده بسبب نقص عناصر كتير قوي جسمهم محروم منها. طيب إزاي المريض يخس بشكل صحي وكمان بطريقه سريعه من غير رجيم قاسي؟ ده اللي هنعرفه مع الدكتوره دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيكي. اهلا بيكي. عايز اعرف منك في الاول ايه المخاطر اللي بيسببها الرجيم القاسي اللي طبعا كل الناس بتلجا له؟ ناس كتير بتبقى فعلا عايزه تخس وبتقولك خلاص انا اليوم كله هشرب ميه بس. بيحصل. دي مشكله كبيره، لان بيحصل مخاطر كبيره جدا. اولا الجسم يوميا محتاج فيتامينات ومحتاج معادن ومحتاج بروتينات ومحتاج نشويات على فكره، يعني الكربوهيدرات الجسم محتاجها. فان انا اقعد اليوم كله حرم نفسي من البروتينز والفيتامينز والمينرالز والكربوهيدرات دي كارثه. اول حاجه يحصل لي مشكله في معدل الايض، او يحصل لي مشكله في الميتابوليزم، معدل الحرق عندي هيحصل له مشكله كبيره. تاني حاجه لو الفيتامينات والمعادن من الكالسيوم من فيتامين سي من الزنك من الاوميجا من فيتامين د، كل الحاجات دي ممكن ناخدها. فيتامين د طبعا من الشمس لان مصادره مش كتيره في الاكل، بس كل الفيتامينات مصادرها الاكل. مزبوط. لو ما خدتش الفيتامينات اللي مطلوبه لجسمي، اولا اضطراب شديد في الجهاز الهضمي، هيحصل لي امساك مزمن، هيحصل لي مشكله في الحديد، يعني انا حتى الحديد انا لازم اكل حديد عشان ما يحصليش اضطراب في ضربات القلب. صح. ما يحصليش انيميا، ما يحصليش مشاكل في التنفس. فكل الحاجات دي بتبقى مشكله كبيره ان احنا بنحرم نفسنا من الاكل، هيحصل اضطرابات قلب، هيحصل امساك، هيحصل مشاكل في الجهاز الهضمي، هيحصل صداع، واحيانا بيحصل اكتئاب، لان المينرالز والفيتامينز المخ محتاج والاوميجا المخ محتاج الحاجات دي جدا. فلما قال الحاجات دي ممكن يوصلنا الى الاكتئاب. فمحدش عشان يخس يقول لك انا هحرم نفسي من الاكل. لا، احنا هناكل بكميات كويسه، الجسم محتاج الفيتامينات. وهتكلم على الكورس الامن المرخص من وزاره الصحه المصريه ومن هيئه سلامه الغذاء ومن انتاج شركه بايو ناتشرالز اللي يقدر يخسسني وما يحسسنيش بالتعب. يمكن حتى اللي ما بياكلوش خالص دول اول حاجه ما عندهمش طاقه خالص، يعني اصحى من النوم مش قادره انزل اروح شغلي امارس حياتي اليوميه. الفيتامينات والمعادن اول ما بتنقص الاقي على طول شعري بيقع، الاقي وشي شاحب جدا، الاقي هالات سودا، الاقي تجاعيد. كل الحاجات دي بتبقى نتيجه نقص الاكل. فازاي نقدر نحمي نفسنا من المشاكل الصحيه دي بالكورس اللي انا جاي اتكلم عنه. ازاي بقى يعني انا ازاي مريض سمنه يقدر يخس بشكل صحي من غير ما يحصل له كل المشاكل اللي حضرتك بتقولي عليها دي؟ ازاي نقدر نخس بشكل صحي؟ ان احنا نستخدم مكملات غذائيه، لازم اول حاجه تبقى مرخصه، تبقى امنه، تبقى عباره عن الياف طبيعيه. اهم حاجه عشان اخس رقم واحد ان انا اكبح الشهيه. احنا عندنا مشكله شهيه، يعني عندنا مشكله احنا طول الوقت جعانين، وحتى لما في الشتاء بالليل بنجوع اكتر. وعلى طول بقول ما ينفعش ان انا اكل وانام، دي مشكله كبيره قوي. طب ازاي نقدر ان احنا نخس بطريقه سهله ومن غير حرمان؟ ان انا استخدم اول حاجه منتج اسمه او مكمل غذائي اسمه بيستا. بيستا من اهم المكملات الغذائيه اللي بتساعدني على انقاص الوزن، لانه عباره عن الياف. الالياف داخل بيستا من رده القمح، من الشوفان، ومن قشور السليم. طبعا الكورس اللي انا شايفاه على الشاشه، شركة بايو ناتشرالز هي الوكيل الحصري، ما عندناش أي منفذ بيع آخر غير فقط الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة. بنقدر نحصل على الكورس من بيستا، من ألب مالتي فيت، من القهوة الخضراء. هقول أهمية القهوة الخضراء في إنقاص الوزن. وطبعا التواصل مع الشركة هي الأرقام اللي موجودة لطلب الكورس. وأوريدي الشركة عاملة يعني موفرة مندوبين في كل محافظات مصر،
والشركه عامله حاجه كويسه جدا ان موفره كمان فريق طبي كامل بيقدر يتابع الحاله. وكل واحد من مريض السمنه سواء ست او راجل او اعمار مختلفه، كل واحد ليه كورس مختلف عن التاني. لو هتكلم على بيستا بيتاخد يا اما كيس واحد يا اما اتنين يا اما ثلاثه قبل الوجبات الرئيسيه. اهم حاجه على كوبايه ميه كبيره، لان الالياف لما بتشفط الميه بتعمل زي حيز في المعده. فلو انا مثلا بتغدى وجبه قد كده، انا بلاقي نفسي باكل ربعها بس وبقعد شبعانه فتره طويله، لان رده القمح بتاخد فتره في الهضم. فممكن اقعد بعد ما انا اكلت بيستا اقعد او شربت بيستا قبل الاكل اقعد 6 ساعات انا مش حاسه ان انا جعانه. ودي حاجه كويسه جدا جدا ان بيستا بيقدر يكبح لي الشهيه ويخليني اكل كل حاجه بس بكميات بسيطه. بلس انه دخله الكروميوم. الكروميوم مهم جدا لضبط مستوى السكر والكوليسترول في الدم. طب معلش يا دكتور، هل الكورس ده فيه حاجه بتساعد كمان على الحرق؟ الناس اللي عندها معدل حرق بطيء. في طبعا، اولا الكروميوم بيساعد على زياده معدل الحرق، وداخل الكورس في الجرين كوفي. الجرين كوفي او القهوه الخضراء بتقدر تعليلي جدا معدل الحرق، والردي القهوه الخضراء كمان كله مضاد اكسده فبيقلل لي جدا الالتهابات في الجسم. بلس ان قلب مالتي فيد الفيتامين اللي لازم يتاخد مع بيستا، اللي هو العلبه اللي لونها اورنج، اللي هي جرين في اورنج. ألبا مالتي فيت ده مالتي فيتامين مهم جدا لأي حد بيفكر يخس وهيقلل أكله. لأن أنا ليه بقى؟ قلت في أول حلقة اللي بيقللوا الأكل بيبقى عندهم نقص في الفيتامينات. وأنا من غير فيتامينز يوميا ما أقدرش أعيش. يعني من غير فيتامين بي أنا بسميه الحياة. فيتامين بي اللي هو الكوبالامين والفوليك أسيد وفيتامين بي 1 و 2 3 ده اللي بيحول لي الاكل الى طاقه. والطاقه مش بس ان انا انزل واروح الشغل، لا، انا جسمي كله محتاج طاقه. عمليه الهضم يمكن احنا ما بنحسش بيها، دي عمليه مركبه جدا من اول ما الاكل بيخش لغايه الاخراج، دي عمليه مركبه جدا محتاجه سعرات حراريه. ممكن اقول نقل هرموناتنا في الدم، نقل الهرمونات نفسها محتاج سعرات حراريه. وانا قاعده بتنفس، وانا قاعده معاكم بتنفس، ده كل ده حرق سعرات حراريه. ده النوم حرارية. كمان بيحتاج طاقه. والنوم محتاج سعرات حراريه، فالسعرات الحراريه دي مهمه جدا. فيتامين بي هو اللي مسؤول عن التمثيل الغذائي، وفيتامين بي مهم كمان لصحه اعصابنا. بتلاقي احيانا مثلا اي امسك المج ده الاقيه بيقع، اعصابي خفيفه جدا. فاوريدي فيتامين بي بيقوي جدا الاعصاب. عشان كده كمان يمكن مريض السكر مع الادويه الخافضه للسكر سواء بياخد الاستولين او الادويه المتعارف عليها، الدكتور بيكتب له في روشته انه لازم ياخد فيتامين بي عشان يقوي اعصابه. عندي كمان داخل قلب مالتي فيت، لو هتكلم بقى ان انا عايزه اخس ومش عايزه بشرتي تتاثر، مش عايزه مثلا وانا نازله انت خسيتي بس وشك تعبان، دي اكتر كومنت بيضايقنا احنا كستات، وشي تعبان فتلاقينا قدام المرايه بقى عايزين نبص مال وشنا. فمهم جدا ان اخد فيتامين سي. فيتامين سي كمان داخل قلب مالتي فيت بنسبه 500 ملي جرام، بيقدر جدا يعزز لي من امتصاص الحديد ويعزز لي من تجديد الكولاجين عندنا. حلو قوي. احنا لسه مكملين كلامنا، بس احنا معانا حاله من اللي استخدموا الكورس. الو، ده فيديو مش مكالمه. طيب هنروح نشوف الفيديو ونرجع. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس، صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي لانه طعمه كان طعم التفاح كاني بشرب عصير بالظبط، كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله لانه بيحسسني بالشبع لمده طويله. وانا الصراحه بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنه انه يجرب بيستا. طبعا نتيجه هايله، دي حقيقه قوي. نروح ل هل الكورس مناسب لجميع الاعمار وجميع الفئات لو انا عندي ضغط سكر ايا كان؟
الكورس مناسب من سن 13 سنه واحنا حلو. طبعا وبعدين المشكله في الشباب الصغير انك يعني اي ام صعبه انها تعمل كنترول تقول له كل ده وما تاكلش ده، هو بينزل الشارع بيروح المدرسه بيروح النادي اي جانك فود قدامه بياكله. فمهم جدا ان هو يستخدم ساشت من بيستا عشان حتى لما يجي ياكل الجانك فود ده ما يخلصش 3 4 سندوتشات، فاهم قصدي؟ فهو مناسب من سن 13 سنه ومناسب لاصحاب الامراض المزمنه طبعا زي مريض الضغط والسكر والكوليسترول والقلب، ما عنديش اي مشكله معاهم خالص. لجميع الاعمار يعني حتى السن الكبير يقدر يستخدمه بكل امان، سواء بيستا سواء الب مالتي فيت وحتى القهوه الخضراء. ممكن حد يقول لي مثلا طب انا هاخد ساشت واحده ولا اثنين ولا ثلاثه؟ الجرعه ايه؟ لو هتكلم على الب مالتي فيت هو قرص واحد بس في اليوم اللي هو الفيتامين الفطار. الفيتامين ده بعد الفطار عشان فيتامين بي بيدعمني جدا الطاقه، فلو اخدته بالليل ممكن يسهرني فهو بعد الفطار. لكن بيستا هاخده كيس ولا اتنين ولا تلاتة على حسب الحالة، على حسب الوزن، على حسب البادي ماس اندكس، على حسب انا قد ايه اوفر ويت. اللي يقدر يحدد ده هو الفريق الطبي المتواجد في شركة بايو ناتشرالز، بلس ان اوريدي في متابعه كل اسبوع مجانيا لكل الحالات اللي اخذت مننا الكورس، ودي حاجه كويسه ان احنا حتى نشجعهم وجدانيا. انت عارفه مريض السمنه محتاج دعم تشجيع. نفسي طبعا طبعا دعم نفسي ده مهم، يمكن من اهم اسباب نجاح انقاص الوزن هو فعلا الدعم النفسي. بالظبط. طب خلينا كده يا دكتور نروح على اسئله السوشيال اللي في حالات بعتتها من الصفحه. سلمى محمد علي 45 سنه 123 كيلو الطول 169، مشاكلها الصحية عندها سكر، شهية الأكل عالية جدا، بتقول حاولت أخس مرتين ورجعت تاني، وعندها أماكن لتجمع الدهون في البطن والأرداف، ودي مشكلة ناس كتير قوي. مشكلة ناس كتير، وعلى طول بقول يعني صحتي لأي مريض سكر رقم واحد لازم يخس. ده مهم جدا. ويمكن كمان مقاومة الأنسولين عندها عالية، فمعنى كده الشراهة عندها عالية جدا. أقدر أقول لها إنها تبدأ من ساعة ما شافتنا إنها تستخدم كورس بيستا. إزاي هتقدر تحصل عليه؟ من خلال الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة، وأوريدي الفريق الطبي هيتابع الحالة، وكل أسبوع هتلاقي نفسها بتخس لأن هي أوفر ويت كتير. فهي كل أسبوع هتلاقي نفسها بتخس، وكل ما هتخس حتى 2 3 كيلو في الأسبوع هتلاقي نفسيتها اتغيرت تماما يعني. فده يشجعها فعلا طبعاً إنها تكمل. بالظبط. صح. في حالة تانية، انتصار السيد وزنها 150 وشكلها زايد أكتر الفترة دي، ونفسيتي وحشة خالص، كنت بعمل شغل البيت ودلوقتي بعمله بالعافية. عندها 28 سنة يا حبيبتي، صغيرة وما عندهاش مشاكل صحية الحمد لله. طولها 167 الوزن 150. لا هي 28 سنة وكل الوزن ده كبير قوي، كتير قوي على سنها. لو ما عندهاش دلوقتي مشاكل صحية السنة هي لو هي بالظبط، لو هي ما عملتش ستوب ووقفت مع نفسها وقالت لازم تخس، اكيد هيجي لها مشاكل صحيه. ده فور شور. فلازم تبدا. وبعدين ما فيش حاجه اسمها انا خلاص انا تخنت كتير وهخس ايه ولا ايه، فيعني اكمل بقى وزي ما تيجي تيجي. لا يعني على طول بقول لاي مريض سمنه اتس نيفر تو ليت، هبدا من النهارده، هبدا من دلوقتي، ولازم يبقى عندنا قوه اراده والتزام. وموضوع الالتزام هيبقى سهل مع كورس، لان انا يعني على طول بقول احنا مش هحرمهم الاكل. انت بتحاولي توصليهم الاول انهم شبعانين اوريدي. دي احلى حاجه. ان انا بوصل للمريض ان هو اوريدي مش حاسس ان هو جعان قوي. وبعد كده دكتور بتغيري لهم بقى نوع الاكل؟ بتطمن يعني تسيبيهم ياكلوا ولا ايه؟ هو البشاميل ولا ايه؟ والله انا مع الاكل الصحي. اولا المكرونه البشاميل ممكن ناكلها، مش لازم ناكلها كل يوم، ممكن ناكلها مره في الاسبوع. وانا مع الاكل الصحي اللي عايز يخس او مش عايز يخس، الاكل الصحي ده اسلوب حياه. معاه شويه يعني مع المكرونه البشاميل والمحاشي وكل الحاجات دي مفيش مشكله، اهم حاجه الكميات ما تبقاش عندي كتير. والله اكل البيت فعلا دايما بنقول اكل البيت افيد وما بيتخنش زي الجنك كده ولا كده. طبعا بس الجنك طعمه حلو. طعمه حلو يعني دي حقيقة. طيب عندنا مشكلة اعتقد ان هي مش مشكلة بس الام دي، هي بتقول ان ابنها بياكل كتير جدا جدا كل ما بيزعل وزايد وزنه كتير وداخل في اكتئاب ومش عايز يبطل اكل. المشكلة دي يا دكتور اللي عليك. ولو مامته قالت له ما تاكلش هيعاند اكتر. طب احنا المشكلة دي فعلا تاني. في ناس كتير يعني احنا ساعات بنبقى منهم ساعات يا رندا ولا على طول لما بنزعل كل المشاعر مترجمة عندي في وجبة. اللي زعلان بياكل ولا مبسوط بياكل؟ مين زيي؟ انا باكل وانا مبسوطه، وانا زعلانه وانا متوتره، كل المشاعر اكل يعني.
مهم برضو ان هي تخليه يبدا كورس بيستا والب مالتي فيت والقهوه الخضراء، وهو مش هيعاند من نفسه لان هو مش هيحس ان هو جعان، هيبقى هيحس ان هو شبعان. يعني لو هو بياكل كتير جدا هياكل ربع الاكل ده، وهو مناسب جدا لسنه، ما فيش اي مشكله. وتقدر كمان تتابع مع الفريق الطبي بتاع الشركه كل اسبوع، واحنا عندنا اوريدي مندوبين في كل محافظات مصر، بنوصل لاي حته. ولو عايزه مثلا حتى تطلب عن طريق الارقام، وعندنا كمان صفحه على الفيسبوك اسمها بايو بيستا، تقدر كمان تستفسر او تطلب الكورس من خلال الصفحه. حلو قوي. اخر مشكله معانا من بوسي مصطفى، بتقول ان وزنها كان مظبوط وبدات خدت علاج، بس العلاج ده فيه كورتيزون، الكورتيزون تخنها قوي وعايزه ترجع لوزنها اللي كانت عليه تاني، فهل لو خدت الكورس هتقدر ترجع للوزن تاني؟ طبعا مفيش اي مشكله. هو اكيد الكورتيزونات بتتخن مشكله، اي علاج هرمونز كمان، يعني لو اي ست بتاخد علاج هرموني بيتخن، والكونتراسبتيفز اللي هي موانع الحمل كمان بتتخن، اي هرمونز واي لخبطه. خلي بالك كمان لو احنا كستات عندنا ضغط نفسي او لخبطه في الصحه النفسيه بنتخن، لان ده بيعمل لي لخبطه في الهرمونز، واي لخبطه في الهرمونز بتحبس ميه وبتتخن. فانا بقول لها تقدر تبدا معانا الكورس، وهتلاقي نفسها بتخس، وهتلاقي النفسيه اتحولت 360 درجه. ده لو خست كيلو هتلاقي ايه ده خسيت، وهتلاقيها بتكمل، وهتلاقي النفسيه عندها بقت كويسه جدا جدا. مفيش حاجه اسمها اتس نيفر تو ليت، وهتبدا الكورس وهتلاقي نفسها كمان بتخس. تحفه، حلو قوي. ممكن الكورس فيه الارقام موجوده عندنا التواصل؟ طبعا على الشاشه موجوده الارقام على الشاشه. بنتواصل من خلال ارقام شركه بايوناتشرز اللي هي الوكيل الحصري لكورس بيستا، وبرجع اطمن كل الناس اللي بتتفرج علينا ان الكورس سواء بيستا والبا مالتي فيت واخد ترخيص من وزاره الصحه المصريه، واخد ترخيص كمان من هيئه سلامه الغذاء، وده يدي الامان ان انا لما باخد حاجات مرخصه من الجهات المختصه. حياه افضل طبعا مع بيستا، والارقام بتاعه الشركه مكتوبه على الشاشه، بنقدر نتواصل مع هذه الارقام والفريق الطبي اللي بيتابع الحاله لاي حد بياخد الكورس كل اسبوع كمان بالمجان. وعندنا صفحه على الفيسبوك اسمها بايو بيستا، كمان نقدر نطلب او نستفسر عن اي حاجه احنا عايزينها كمان من خلال الصفحه. يمكن الحاله اللي كنا منك هتقولي حاجه؟ لا ما. يمكن الحاله اللي حضرتك اللي اتكلمنا عنها، ان هو الناس اللي بتزعل وكده، والست اللي بتقول ابنها كل ما بيزعل بياكل، ازاي بتقدموا دعم نفسي؟ بنقدم الدعم النفسي من خلال الارقام اللي ظهر على الشاشه. لما بيجوا ياخدوا الكورس ويلاقوا نفسهم خسوا، طبعا ما اقدرش اقول هو في خلال اسبوع هيخس قد ايه. اولا الراجل بيخس اسرع من الست، لان الراجل كتلته العضليه اكتر، احنا عندنا دهون اكتر. فالدهون خلي بالك، حتى لما بدانا كلامنا في الاول ان الاكل القليل يعني البروتين، يعني احنا البروتين ده هو اللي بيعمل لنا الكتله العضليه. لو ما خدتش بروتين هقلل جدا الحرق، فمهم قوي ان انا اخد بروتينات، ده بيعلي لي معدل الحرق طول ما انا عندي كتله عضليه. فالدعم النفسي ان هو اوريدي لما بيجي يخس ويتكلم يقول لك انا خسيت كيلو، خسيت او هي وات ايفر ست او ولد او بنت خس كيلو خس اتنين، والفريق الطبي بيدعمه كل الحاجات دي، ده الدعم النفسي. ده مهم جدا ان حد يشجعه، كملي. فدي حاجه كمان. اعتقد يا دكتوره النتيجه بتبقى هي اكبر دعم نفسي. طبعاً. يعني عارفه لما اخد الكورس وخست لي 2 3 4 كيلو مش عارفه ايه، وبتشوف شكلي والهدوم عليا، ده قصه ده. الهدوم دي كمان يعني مهمه قوي، مهمه قوي. يعني اي واحده فينا لو تخنت كيلو ولا اتنين بتتضايق، واللبس. بس خلي بالك كمان الاهم من الشكل الصحه. مظبوط، الصحه مهمه جدا. لان برجع اقول ان السمنه باب لاكثر من 30 مرض عضوي، فلازم يبقى عندنا برضو الوعي ان مش عايزين نتخن، لان التخن باب لامراض القلب والعظم. يمكن بعد فتره هتلاقي ظهرك بيوجعك، ركبك مش قادره تشيلك في سن صغير، حرام. وباب كبير لمرض السكر النوع الثاني، والكوليسترول والدهون الثلاثيه. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نوصلش نفسنا لكل الامراض دي. ان شاء الله يا دكتور نورتينا وخلصت فقرتنا وحلقتنا، وان شاء الله معانا دايما باذن أكيد الله. إن شاء الله. للاسف خلصت حلقتنا، نورتنا الدكتور معانا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا معانا وقدرنا نقدم لكم معلومات تهمكم. استنونا بكره ان شاء الله في حلقه جديده ومواضيع مختلفه. باي.